طيب يا تاسع، بدي أحل تمارين صفحة 101. حكي لي ألف باء قطعة مستقيمة تصل بين النقطة ألف إحداثياتها 2 و0، النقطة باء إحداثياتها 5 و4 كما هو موضح في الشكل. طالب مني طول القطعة المستقيمة ألف باء. هلأ كيف بقدر أطلع طول قطعة مستقيمة؟ على قانون المسافة بين نقطتين، صح؟ طيب هاي سين واحد، هاي صاد واحد، هاي سين تنين، هاي صاد تنين. يلا نطلعها. سين تنين ناقص سين واحد الكل تربيع، زائد صاد تنين ناقص صاد واحد الكل تربيع، وما أنسى إنها تحت الجذر. يلا سين تنين يعني 5 ناقص 2 3 تربيع يعني 9، صاد 2 اللي هي 4 ناقص 0 4 تربيع 16، 9 زائد 16 25، جذر 25 يعني 5. إذا طول ألف باء 5. طيب طالب مني الزاوية الحادة المحصورة بين القطعة المستقيمة ألف باء ومحور السينات. هاي كيف بدي أطلع أنا هاي الزاوية من النسب المثلثية؟ هلأ أنا ما بعرف غير هذا الضلع. طيب لو أنا نزلت من هون خط مستقيم أو عمود، سميت هاي النقطة جيم، صار عندي باء جيم، هاي النقطة حكينا ألف. هلأ أنا بدي أطلع هاي الزاوية، صح؟ بلزمني أعرف هذا الضلع أنا علشان أستخدم مثلا الجيب. إذا بدي أطلعها على الجيب بحكي المقابل على الوتر، هاي الوتر معلوم، هاي هون عندي زاوية قائمة لأنه أنا أنزلت عمود. طيب كيف بدي أطلع هذا الضلع يا تاسع؟ هلأ هيها من هون بعد النقطة جيم، هيها من هون لهون، هيها من صفر لقديش حكينا هون؟ 4 وحدات، صح؟ إذا هاي حيكون قديش طولها؟ 4. هيها الإحداث الصادي حيكون طولها 4. طيب جيم ألف من هون لهون قديش؟ هلأ من الصفر لجيم قديش؟ 5، هيها صح؟ هي نزلي 5 الإحداث السيني. طيب من ألف لجيم، ألف إحداثياتها 2، إذا رح أحكي 5 ناقص 2 يعني 3، إذا ألف جيم 3. وإذا منتبهين إنه هدول الأرقام 4 و5 و3 كنا نحكي لهم ثلاثية فيثاغورس، صح يا تاسع؟ طيب هلا أنا بدي أطلع الزاوية، بدي أستخدم الجيب مثلا، رح أحكي جيب الزاوية اللي هو طالبها مني يساوي المقابل على الوتر، المقابل اللي هو 4 على 5، 4 على 5 يعني 8 من 10. شو أعمل هلأ يا تاسع؟ بروح على الآلة الحاسبة، شيفت جيب يعني ساين 8 من 10. قديش حتطلع معانا تقريبا الزاوية؟ حتطلع تقريبا 53 درجة. إذا الزاوية الحادة حتكون 53 درجة. معاكي واجب يا تاسع، حاولي تحلي سؤال 2 صفحة 101، سؤال 3 جيم ودال، والحصة الجاية إن شاء الله رح أرسل لكم حل سؤال 2 و3 كامل.